بيير صادق الذي كان اسمه مرادفا للبسمة والفرح أبكى محبيه هذه المرة. إنه الفراق الكبير، إذن على عائلتيه الصغيرة والكبيرة. كثيرون حضروا إلى قلب العاصمة التي اتسع صدرها لريشته الحرة كما لريشة وقلم كل عاشق للحرية، وذلك للمشاركة في القداس الذي أقيم لراحة نفسه والذي ترأسه الكاردينال مارنصلا بوتوسسفاير في كاتدرائية مارجاورجوس. وقد تقدم الحضور وزير الإعلام وليد الدعوق ممثلا الرؤساء الثلاثة، ومحمد المصنوق ممثلا الرئيس المكلف تمام سلام، ونائب نهاد المصنوق ممثلا الرئيس سعد الحريري. وخلال القداس تلي الرقيم البطريركي، وجاء فيه أنه برحيل صادق يفقد لبنان وجها حرا دافع عن الديمقراطية، كما ألقت زوجة صادق كلمة العائلة. وكان صالون الكنيسة قد غص بالمعزين، ومن بينهم النائب بهية الحريري ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري، بالإضافة إلى حشد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والفنية والإعلامية. كما زار الصرح معزيا وفد كبير من أسرة تلفزيون المستقبل التي ستفتقد لطلته اليومية التي كانت تزين نشرة الأخبار. وبعد القداس نقل نعش الراحل الكبير من الكنيسة باتجاه بعبدة، حيث وري الثرى في مدافن العائلة.